برنامج البيت، هذا البرنامج انوجد لإعادة هيكلة الشعر الشعبي في الخليج العربي. إعادة هيكلة الشعر الشعبي في الخليج العربي إعلاميا، ما هو شعريا ولا هو تكنيك شعريا. كان النموذج المطروح إعلاميا للتعاطي مع الشعراء الشعبيين ما يتجاوز الأمسية والأسبوع، وطريقة تقديمهم ما تتجاوز طريقة الطاولة والكرسي والمايك، يعني ما في شيء أكثر. هذا البرنامج جاء ليقدم إعلاميا الشعر الشعبي بطريقة مختلفة، طريقة تنافسية، طريقة أسبوعية، طريقة يستحق الشعر أنه يحصل عليها، لأن الشعر مليء بالشغف، ولكن الطريقة القديمة كانت تتعامل معه كشيء ثابت. البرنامج على المدى البعيد، على الفلسفة البعيدة، راح يأصل شيء، راح يأصل أن الشعر قابل للتشويق وللتعاطي وللحركة، وهذا ما يسويه برنامج البيت.